واشتركوا في القناه وشاركوا. ايه ده ايه ده؟ استني يا جنة، ايه ده؟ ازيكم اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه ده؟ استنوا كده، استني انا اللي اسال. البيت ده ماله مهدود كده ليه؟ يا عيني ايه ده؟ دول زعلانين مش عاملين ازاي؟ عشان كده بيعيطوا صح؟ اه ينفع تعمل لهم مريض جديد؟ ينفع. يلا جنة ادم اعملوا، يلا بينا نبدا بسرعه. يلا ادم ابدا، يلا شاطر. بص انا هبدا ايه بالطبقه دي، وبعدين ابدا. قرب حاجتك شويه يا حبيبي. اهي ادم، بص بيعمل ايه ادم، شاطر. الله، بتعمل ايه ادم؟ بيت الكلب. بيت الكلب، طب حلو. الله، هما عندهم كلب؟ انا ما كنتش عارفه. هما استخدموا نوعين من المكعبات النهارده عشان يعملوا لكم حاجات حلوه وجميله. المكعبات التانيه دي ممكن نعمل بقى اشكال جميله اللي هي المربعات دي، صح؟ صح يا جنة؟ تبقى حلوه، تبقى جميله خالص. شاطر يا ادم، قرب بس حاجتك كده شويه. ايوه كده، اشتغل هنا عشان اصحابك يشوفوا. بالراحه على مهلك. بصي اصحابي عملت ايه. شاطره يا جنه، شاطره. قربي برضو انت حاجتك كده عشان تبان. بصوا جنه بتحطوا المكعبات فوق بعض. قولي لهم يا جنه مكعبات بيخش من يعني. الله، جميلة خالص. استني استني، وريني يا ادم كده، قربوا كده على الكاميرا. جميل خالص، ده بيت الكلب. ونشوفوه منه، صح. حطوا بقى هناك، حطوا هناك. بصوا لو عندكم، الله جميل يا ادم. بصوا جنة بقى، لو عندكم المكعبات دي اهو، قلدوني كده واعملوا كده. طب اقول انا بقى مش خليته. يلا اعمل حاجة تانية يا حبيبي. عمل مثلا عربيات. يلا اعمل لهم عربيات، شاطر شاطر. هيكون احسن بيت على النيل. انا بقربه لكم اهو عشان تعرفوا تشوفوا. تقلدوني بقى، ماشي؟ تقلدوني تعملوا زي عملوا العربية. شاطرين. ينفع ادم البيت ده يكون للحصان برضه، صح؟ طب حط بقى حصان. ايه رايك؟ انا جبت لك حصان، حط لهم بقى حصان. لكنهم عندهم ايه؟ حصان. ايه رايك في الفكره؟ حلو. اه جميل خالص. بس العربيه خد، حط معاهم بقره. ايه، حط لهم بقره برضو، حطها لهم. الله، يلا جميله خالص. بس ادم البيت اللي عمله جميل، وجنه برضو. بصوا اصحابي اهو. اه يلا ادم، عملت عربيه حلوه. يلا حطها على جنب، اعمل واحده كمان ولا خلاص كده؟ خلاص كده. طب يلا اعمل بقى السور بتاع البيت. يلا خد حاجه السور. يلا بصوا، مش لازم يبقى عالي لو هيقع منك يا جنب. بصوا، الله جميل خالص، عملت السور. شاطر، خلاص سيبه بقى لغايه ما جنة تخلص. انا خلصت. شاطرين، يلا كملي يا جنة حاجه السور. معلش بس عشان احط بيت. طيب ماشي، ممكن تشيل المكعبات اللي من ورا دي يا جنة؟ يلا شيليها كده بايدك كده عشان طالما ملهاش لازمه كده. سيب بس البيت على جنب يا ادم لغايه ما جنة تخلص. هم عملوا بيت وعملوا سور وعملوا بيت للحيوانات اهو، وادم عمل عربيه وشجره. بص الشجره. طب ممكن نقرب بس الحاجه كده، انت مش محتاج دول تاني خلاص. طيب بقربوا بقى البيت كده شويه، قربوا بقى الحاجه. هات دول كده على جنب. خلاص يا ادم نزل دول تحت. يا ادم نزل، يلا دول تحت يا ادم. يلا بس، ممكن نعمل عربيه كده برضو. حطينا دي من تحت كده ودي كمان، نعمل عربيه تانية. اهي كل واحد فيهم يبقى عنده عربيه. عدليها بقى انت يا جنة. ودول قاعدين بقى في بيتهم، ودول قاعدين جوه البيت طبعا. شكلها حطيهم بقى كده. الله، عندهم عربيه كبيره، دي بتاعت الزرع بقى والارض الزراعيه اللي ورا الجرار ده، ودي عربيه كده صغيره. وقفيها بس كده، ايوه كده. اي عندهم عربيه بقى يسوقها كده عادي، وعندهم عربيه اللي هي زي الجرار. سيبيها يا جنة، سيبيها هي باينه في الكاميرا. وادي البيت بتاع الحيوانات وشجر، وادي البيت. يلا بقى خليهم يجوا يشوفوا، يجوا يشوفوا عجبهم ولا لا. الله، دي المفاجاه الحلوه دي، حلوه خالص. انا عجبني. بصوا جابوا لنا حيوانات. اه
وعملوا لنا بيت كمان للحيوانات. اه جميل خالص البيت ده. الله دي عربية جرار، بص لوني حلو خالص. وانا دي لوني برضه. اه حلو. كل واحد وهو يركب الجرار وهي هتركب العربية البنك الجميلة خالص دي. شيلي دول. ايوه يلا حطيهم بقى، هما من ورا بقى هيروحوا البيت من ورا يشوفوه عجبهم ولا لا. حلو خالص ده، عاملينه طويل عشان الزرافة. الله انا هقعد فيه. الله جميل خالص، بيتهم بقى جميل خالص. خشوا فيه. عجبكم اللعبة النهاردة؟ اه. حلوة؟ اه. طب البيت بالانجلش اسمه ايه؟ هاوس. هاوس صح كده. النهاردة كانت الحلقة جميلة خالص، انا بصراحة عجبتني. انتوا عجبتكم؟ طب نقول لأصحابنا ايه في الاخر؟ ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة.